ولما بالعكس الام مثلا تقول لولدها لو كان ما لو كان ما تسكتش تجيب طفل واحد اخر، لو كان ما ديرش هكا ما نشيلكش هذيك اللعبه، ولا هنا هل هذا تصرف خطا؟ هل هذا ابتزاز عاطفي تماس الام على اكيد هذا؟ شوفي هنا رانا نعلموا ولادنا انه ما نعلموش ولادنا يحبوا باش يحبوا لانهم حبوا يحبوا، حنا نعلموهم يحبوا بالمصلحه، يعني هذا حسوا حب شرطي اكزاكتومون. تما اذا دير لي هذيك الحاجه باش نحبك باش نشارك، ما نعلموهمش العطاء بدون مقابل، سي تري فو. وكاين ثاني ان كا تاع في العائله، اون تو الموند بالك في عائلته، بعيد الشر على كل واحد، انسان مريض في العائله ويلعبها شويه اون فيكتيم، ويبقى انا مريض روحوا شرو لي، انا مريض ساعفوني، انا مريض، من تما يبروفيت بالمرض تاعو باش ويدير لهم شونتاج افكتيف باش يستغل لونتوراج تاعه. هذا الانسان كي تولي تشوفي التاريخ ديالو، هذا انسان ما تشبعش عاطفيا من قبل الاقارب تاعو في سارتان اج باغ اكزومبل في لونفونس ديالو ولا في لادوليسونس تاعو، اي بور سولا لقى هكا حاجه اللي شاف بلي يقدر ياثر بها على المحيط ديالو، ايا تيان عندي هاد لوكازيون منها انا نحس بلي حبوني. فوالا. والابتزاز العاطفي في المدرسة شفنا هذا كثير، وممكن حتى نكونوا عشناه ياسمين، انه مثلا طفل يقول لصاحبه ولا صديقه في زميله لو كان ما تعطينيش الاكل تاعك نخبر المدرسه واش عملت، ولا لو كان ما تعطينيش الدروس ما نزيدش نهضر معاك ما نعودش نصاحبك. هل هذا النوع من الابتزاز العاطفي تاني يقوم به الاطفال مع بعضهم؟ اكيد. وشوفي الابتزاز العاطفي متوارد، هذا الطفل لو كان هذا ما تندرش عليه من قبل الابتزاز العاطفي في العائله ديالو ولا بين الاقارب تاعو ما يعاودش يديرو مع الصديق تاعو. والابتزاز العاطفي تاني كاين ان بوان زيد نشير لكم عليه، علاه اسمه عاطفي؟ لانه يجينا من الناس اللي عندنا معهم علاقه عاطفيه، الناس عندهم سلطه عاطفيه علينا، شغل ما نحبوش عليهم ما نحبوش نخسروهم، عندنا هذاك الخوف على الفقدان تاعو، وعندنا ثاني تعلق. باغ اكزومبل ثاني كيما نكمل لك الاكزومبل تاعك، يقول له يدي لي هذه الحاجه سينو نروح نبيع ليماك باللي ما جبتش اون بون نوت، هذه ثاني سي فو. دونك فوالا.